اهلا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم و This is Arabwood Extra. Stars on Board البرنامج الناجح اللي موجود على قناة الام بي سي وصل لموسمه السادس. رحلة رائعة بيقوم بها كل النجوم على مثل هذه الباخرة، بيتوقفوا من محطة لأخرى من مدينة لأخرى، مغامرات بين النجوم يستمتع بها الموجود واللي قاعد يشوف من خلال الشاشة، أما إحنا استمتعنا أكثر من خلال اللقاءات اللي أجراها مع كل النجوم أو أغلبهم اللي كانوا موجودين في الإيفنت. الزميل راغب حلاوي، شوف مع بعض Two Parts in One، تفضلوا. منتج البرنامج يوسف حرب كلمنا عن السيزون الجديد من ستارز اون بورد والنجوم المشاركين فيه. هذا اليوم نحن عم نطلق سيزون 6، كمان عم نطلق رحله الجديده اللي هي رح تكون باغسطس 27. المشاركين كثار مع حفظ الالقاب: كاظم الساهر، وائل كفوري، نجوى كرم، نانسي عجرم، اليسا، ملحم زين. تيفاني صليبه كانت موجوده بالحفل وكلمتنا عن اطلالتها الكلاسيكيه وكمان عن رايها في البرنامج. انا نوعي كلاسيكيه وبحب دائما اللبس الكلاسي، يعني بيعطي دائما الاسود بيعطي هيك كلاس وخاصه الفلور، فحسيت انه مناسب للموضوع. انا من مشجعين ستارز اون بورد، هالكونسبت كثير مهضوم يلي بيشبع سيلبرتيز يلي بقربهم اكثر من معجبينهم، فالفانز بحسوا حالهم قريبين منهم خاصه على هالمشوار اللي بيدوم 7 ايام، فبيكونوا قراب بتعرف عليهم اكثر. وسالناها عن اختياراتها الفنيه القادمه خصوصا بعد النجاح الكبير اللي حققته بدورها في مثل القمر. من بعد مثل القمر الغلط ممنوع ومفروض تكون كثير دقيقه بكل شيء بختاره، خاصه دور اللي كنت اخذته واهميته وكبره، فلازم يكون على قد المستوى. كمان الفنان وليد توفيق كان متواجد في الحفل وكلمنا عن رايه في البرنامج ووضح لنا تفاصيل منحه الجنسيه الفلسطينيه. انا كثير انبسطت بالرحله اللي رحتها، مع انه كانت قصيره يومين، واحلى ما فيها انه شفت العرب كلهم ببخله واحده متوحدين مبسوطين عم يزقفوا ويرقصوا ويغنوا. الجنسيه الفلسطينيه شرف لي من الشعب الفلسطيني ومن الرئيس ابو عباس مشكور، وهيدا وسام على صدري هو منحوني اياها للاعمال الوطنيه اللي عملتها عن فلسطين وعن لبنان. المطربة شيراز كمان هتشارك في السيزون الجديد من ستار دون بورد. نحن اوريدي مضينا الكونترا لشارك ببرشلونة، رحلة برشلونة، وهيدي أول تجربة لإلي الصراحة. وعرفنا من شيراز تفاصيل ترشيحها للميوريكس دور. أفضل أغنية قمرة، وعايش معايا أغنيتين لإلي أفضل أغنية، وعن فئة أفضل فنانة، وعن فئة أفضل فيديو كليب كمان قمرة. عدد من الفنانين شارك في حفل عشاء ستارز اون بورد، من بينهم الفنان راغب علامة، عابد فهد، وليد توفيق وغيرهم. أيضا الفنانة نانسي عجرم حضرت الحفل وحدثتنا عن إعجابها بفكرة البرنامج. كثير بحب شارك بحفلات مميزة مثل ستارز اون بورد، لأنه مش بس بنروح نشتغل ولحتى نغني والحفلة بتخلص بعدين بنروح على بيتنا، لا، بنقضي وقت نجتمع نحن الفنانين. سألنا نانسي عن جديدها السينجل حاسة بيك. صورتها مع ليلى كنعان وكثير حلو الكليب. الدكتور نادر صعب كان له حضور مميز جدا، كلمنا هو والفنانة سوزان نجم الدين عن أهمية الثقافة التجميلية. لازم نحافظ على جمالنا، لازم نحافظ على النعمة اللي أعطانا إياها رب العالمين، مش انه نغير بشكلنا. انا بحترم الشخص او بحترم الاطباء يلي بيعملوا جمال طبيعي. اما الفنانه نادين الراسي فحضرت الحفل ولكنها رفضت الحديث للاعلام. انا وصلت قبل بس ما عم بعمل مقابلات. لا مش زعلانه بس عن جد مش مرتاحه. والجسار كان موجودا وسالناه ما اذا كان في خلاف بينه وبين راغب علامه، خصوصا انه اختار الجلوس على طاوله اخرى. بلا كيف انت ما كنت موجود، بالعكس بوسنا بعض. رغم الظروف اللي يمر بها الا ان سعد المجرد كان حاضرا في الحفل بكلمه من الفنان وليد توفيق. بدي وجه تحيه كبيره كمان لسعد المجرد، وبدي اقدم كلياتنا لسعد. اما الصداقه القويه التي بتربط بين الفنان وليد توفيق وسوزان نجم الدين وايضا المايسترو ايلي العليا كانت واضحه جدا. سوزان، انا سوزان نجم الدين. يا مش ممكن يا باشا، انا شايفك سعد حسني دلوقتي. حبيب قلبي هيدا الفنان الغالي صاحب الاخلاق. القمر
قد ما يجي معي رؤساء فرق وقد ما يجي معي موسيقيين هذا الأخ الروحي. نادر الأتات كلمنا أيضا عن مشاركته في ستارز أون بورد. شرف لألي أنه رابع سنة على التوالي عم كون بستارز أون بورد مع هالكم نجوم، وكل سنة عم كون محمس أكثر من اللي قبلها. إلى دبي حيث كنا في كواليس مسلسل قلبي معي لنجمة بيساء مغربي، تجربتها الأولى في الكتابة. كاست كبير من النجوم المميزين، الكواليس قالوا لي كانت رائعة، هذا حسب اللي قالته إلهام ولميا. نشاطات ميساء مغربي لا تنتهي، الأسبوع اللي فات أيضا كان عندها نشاط إنساني توعوي صحي لقضية رائعة، خاصة إذا كان الموضوع يتعلق بنشرها بنفسها، فهذا اللي كان موجود وتواجدنا إحنا معه. شوف معه. مع وجود المدرب اللي وصلت عليه نجمة ميساء مغربي ساعدنا كثير في كيفية أن نوقف قدام الكاميرا. ممكن أنا مشاهدي أكثرية مع ديما الجندي، حتى لما نكون في التصوير نفسه ممكن أنت تهمس لي في إذني تخبرني شو لازم أنا أسوي. ديما ساعدت الإعلاميين، حكت لنا عن دورها لنهايته. هي بتعيش قصة حب مع سلطان، سلطان اللي بيكون أوريدي هو زميلهم بالمحطة، وبتصير في مطبات كثير بهي العلاقة بيناتهم هن الاثنين، وبالأخير بتنتهي بزواج. وأخبرها حالياً عم صور بمسلسل اسمه آخر محل ورد، إخراج الأستاذ ماهر السليبي. إبراهيم الزجالي دوره مدير المحطة التلفزيونية، وعشان كده شرح لنا أكثر. المشاهد يتفرج على البرنامج، ولكن كيف يخلق هذا البرنامج؟ ما في عمل سابق أنه سبر أغوار هذه المهنة. يعني نتمنى أن العمل بشكل عام يكون بصورة لائقة وبصورة جميلة يرضى عليه الناس. لماذا وافق الإعلامي نور الدين اليوسف على هذا العمل بالتحديد بعد عدة عروض سابقة؟ دور هذا قريب من شخصيتي على الطبيعة، اللي هو دور مراسل تلفزيوني وأنا إعلامي في نفس الوقت. تنشأ بيني وبين ميثا بيننا علاقة حب تصير، وتتكلل خلينا نقول بالخطبة أو بالزواج، ما بقول خلي المتابعين يعرفون أكثر. هي شخصية رومانسية كثير، بس في نفس الوقت عملية في ما يخصها. ميثاء مغربي بعد ما اختصرت لنا دورها سألنا عن حكاية انتمائها للمغرب. انتمائي واضح وشايلة فوق راسي واسمي ميساء مغربي، كافي. ما حروح، مو أنا اللي حتضرر، غيري حيتضرر، وأنا مرتبطة معاهم فما أقدر. يعني هل بتعيشي قصة حب؟ أكيد مع زوجي ومبسوطة معاه، والله يخلي لي والله لا يحرمنا من بعض. أما عن أخبارها السينمائية؟ أي في مشروع فيلم سينما، راح يكون أول فيلم روائي طويل من إخراجي، وراح أكون في مخرجة فقط ما راح أكون ممثلة. تابعوا كل أخباري وجديدي على أرابود ميساء مغربي. الفنان هو مسؤولية اجتماعية قبل ما يكون موهبة أو مهنة فنية فقط، فأكيد دوره أنه يشارك في أي شيء يرفع من مستوى الوعي، خدمات إنسانية وخلافه، هذا واجب اجتماعي. ميساء مغربي قدمت نصيحة لكل السيدات بعد ما عانت من تجربة تشخيص خاطئ. أسف شديد تم تشخيص حالتي من قبل أحد دكاترة المعروفين كثير واللي لهم صيت على أنه سرطان، وكان في أذى نفسي كثير، والحمد لله أنه ما سمعت كلامه ورحت برا الإمارات. نصيحتي لكل الفتيات وكل السيدات اللي يعانون من آلام مبرحة فترة الطمث، أنه لازم يراجعون الدكتور، ولازم يسألون عن الدكتور الصح. ميساء بتدعم قضايا المرأة دوماً، بس إيه هي قضيتها الأولى؟ قضيتي الأولى هي عمل المرأة، نظرة المجتمع للإعلاميات وللفنانات. يعني أكيد العنف ضد النساء، العنف ضد الأطفال، التهجير، كثير أشياء مهمة عارفة. ما
ميساء مغربي كانت من النجوم اللي بيرفضوا إشهار أعمالهم الإنسانية. كان عندي تحفظ على يعني على إشهار العمل الإنساني، لكن الحين صرت أؤمن إنه العدوى الإيجابي بالعدوى الإيجابية، مثل ما يحتذى بالفنانين أو بالسليبرتيز أو مشاهير في طريقة اللبس والمكياج والبيهيفير، رح يقتدى بهم كمان في الأعمال التطوعية. جولتنا مع تقاريرنا اللي كانت الأسبوع اللي فات واللي حققت نجاح كبير على السوشيال ميديا، لكن خلونا نفترق شوية ونرجعوا مع فاصل إعلاني، ما تروحوش بعيد، تفضلوا. الأسبوع اللي فات كان عندنا تقارير أجنبية كثيرة مميزة حبيتوها، لأنه كان في فيدباك كثير حلو على السوشيال ميديا، منهم من قال No this is not true، منهم من قال Yes this is true. The split أو الانفصال بين رايان غوسلينغ وإيفا مينديز، two iconic person، هو أخذ أوسكار والتاني أخذت أوسكار في الجمال، انفصلوا منفصلوش أكيد نتمنى لا، بس هيدي رومرز اللي يمكن ما فندها ولا كذبها أحد فيهم فزادت من الشكوك. تقرير آخر حصد أيضا نجاحا عندكم هو البريجننسي عند السليبرتيز، رغم أنهن في الشهر الخامس السابع الثامن التاسع العاشر الاثناش، هاو كم بس بيضلوا glamorous on red carpet. نشوف التفاصيل في التقريرين مع بعض، let's go. أنباء عن انفصال رايان غوسلينغ وإيفا مينديز بعد ارتباطهم لمدة 6 أعوام منذ العام 2011، أثمر عنه بنتين، السبب إيما ستون. إيفا لم تتردد من أن تظهر غيرتها من شريكة رايان، بل وبالعكس صرحت لأحد أصدقائها عن تضايقها من الأمر الذي أصبح حديث الجميع في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب ظهور الانسجام بين الثنائي أثناء تصويرهم فيلم لا لا لا. الأمر الذي شجع على زيادة الإشاعة حول ما إذا كانت هناك علاقة بين الاثنين. أما إيما فلم ترد على الإشاعات المتداولة حول علاقتها برايان، بل أكدت الأمر أكثر بظهورها معه في الباكستيج قبل تسلمها جائزة الأوسكار. كما أن انفصال إيما عن حبيبها الممثل أندرو غارفيلد كان سببا فيما تشعر به إيفا. من جانب آخر لم تنتظر إيفا أن يبرر رايان ما يحدث لها، واتخذت قرارها بعدم مرافقته لتسلمه جائزة الجولدن جلوبز كأفضل ممثل عن دوره في لا لا لاند، وهو الحدث الذي يعتبر الأهم في حياته. لم يتردد رايان بمواجهة إيفا بتصرفاتها معه، إن لم تتواجدي بجانبي في أهم حدث في حياتي فمتى ستتواجدين؟ لترد إيفا من جانبها أنا لست قلقة لأن إيما سوف تكون بجانبك هناك. في حين أن رايان أثناء تسلمه الجائزة ألقى خطابا مجد فيه إيفا ودورها في حياته. If she hadn't have taken all that on so that I could have this experience, would surely be someone else up here other than me today. So, sweetheart, thank you. ولكن هذا الخطاب لم يهدئ من غيرة إيفا على رايان، ولم تغير قرارها بعدم حضورها أي مناسبة تجمعه مع إيما، لذلك لم تحضر معه أيضا في حفل الأوسكارز، وجعلته يصطحب أخته بدلا منها لتجعلهما بين التساؤلات مرة أخرى Where is Eva؟ يأتي أيضا عدم طلب رايان الزواج من إيفا حتى الآن بعد علاقة استمرت سنوات، سببا في جعل الأمر سهل بالنسبة لها أن تشك في خيانته لها، خاصة وأنه استمر مع حبيبته السابقة ميشيل ويليامز عدة سنوات قبل الانفصال. جاء اختفاء إيفا 6 أشهر عن الأضواء أيضا سبب في ظهور شائعة انفصالهم، حيث أنها ظهرت مؤخرا من دون رايان أثناء ترويجها لأحد فتيات الأزياء التي تملكها في جلسة تصوير خاصة بها. كل هذا يضع النجمين تحت شائعة الانفصال، خاصة وأنهما نادرا ما يظهرا معا في الفترة الأخيرة، فهل حقا انفصلا أم أنها مجرد إشاعة؟ بيونسي، ناتالي بورتمان، أموندا سيفريد، أمال كلوني وكيارا،
بالرغم من حمل كثير من نجمات هوليوود مؤخرا، يبدو أن لا شيء ينال من أناقتهن ولياقتهن وجمالهن أيضا. أما الكلوني التي استطاعت بأناقتها إخفاء حملها طيلة الشهور الأولى، تألقت في حفل توزيع جوائز السيزار بصحبة زوجها النجم جورج كلوني بفستان أبيض من فيرساتشي يظهر علامات حملها. وقد كشفت نينا كلوني والدة النجم جورج كلوني لموقع رادار أونلاين حيث أن التوأم المنتظر هما صبي وفتاة، مؤكدة أنها مبتهجة وسعيدة وتنتظر رؤية أحفادها بشغف. وعن جورج كلوني فقد تحدث عن اختباره للأبوة وهو في 55 من عمره لأول مرة مع المذيع الفرنسي لوران قائلا: نحن سعداء للغاية ومتحمسين حقا، سيكون الأمر كمغامرة. وذكر أنه تعرض لسخرية من قبل أصدقائه لكن سرعان ما دعموه. المطربة كيارا نشرت على إنستغرام صور لحملها، قارنها المعجبين بجلسة تصوير أخرى نشرتها بيونسي قبلها بفترة، وأثنى الكثيرين على صور كيارا وقالوا أنها أفضل من صور بيونسي الذي ادعى البعض أنها صور من حملها الأول. كما نشرت كيارا فيديوهات تعتز فيها ببطنها الممتلئة، وقد قامت معجبة حامل أيضا بتصوير نفسها صورة مشابهة لأحد صور كيارا بشكل كوميدي بارودي، ونشرتها كيارا معلقة: إنها مضحكة جدا. لا تكف بيونسي عن إثارة إعجاب جمهورها بأزيائها أثناء الحمل، إلا أنها لم تتوقف عند الأزياء فقط، فقد أبهرت معجبيها بالغناء والرقص في حفل الجراميز. وقد واصلت بيونسي القيام بحفلاتها حتى منعها الأطباء في الشهور الأخيرة من الغناء في مهرجان الكوتشيلا 2017 الموسيقي. يذكر أن بيونسي حامل بتوأم كما أعلنت منذ عدة أسابيع. أيضا رغم عبء الحمل، حرصت بيونسي على تحقيق حلم فتاة مصابة بسرطان النادر بمقابلتها، وقامت بعمل فيديو شات بينهما. ناتالي بورتمان الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار لم يمنعها الحمل من الترويج لفيلمها جاكي والذهاب للعروض الأولى الخاصة بالفيلم، كما أنها ظهرت بفستان أصفر طويل من برادا في حفل الجولدن جلوب للسنة 2017، بجانب أنها واظبت على ممارسة الرياضة بانتظام. لكن لمواكبة حفل جوائز الأوسكار الأخير مع الأسابيع الأخيرة من حملها، فقد اعتذرت عن الحضور متمنية لزميلاتها المرشحات معها بقضاء أمسية جميلة. والليتست نيوز أنها وضعت بنت جميلة منذ أسابيع قليلة. ناتالي بورتمان أيضا ظهرت أثناء الحمل في فيديو موسيقي بالأبيض والأسود لجيمس بلاك. أماندا سيفريد التي أنجبت منذ أيام قليلة فتاة من زوجها النجم توماس سادوسكي، والتي قابلته لأول مرة عندما عملا في مسرحية مشتركة سويا في العام 2015، تمت خطبتهما الخريف الماضي، تزوج سرا قبل ولادتها بقليل. ظهرت كثيرا أثناء الحمل في أمسيات رائعة مع زوجها تخبرنا أنهما يعيشان قصة حب رومانسية جدا. من التقارير التي أحدثت ضجة في الأسبوع اللي فات هو تقرير اللي خص سما المصري، العنوان كان من الاستعراض إلى موسم رمضان، والتفاصيل كانت فيه مفاجأة عن برنامج يتعلق بالموسم الرمضاني. خلينا نرجع أنا وياكم نستذكر ونسترجع المفاجأة المفاجأة اللي كانت في التقرير. تفضل. برنامج اجتماعي هيتناول قضايا مشاكل اجتماعية في الأسرة، منها عقوق الوالدين، وهو اسمه عقوق الوالدين. هما الحقيقة كانوا صراحة معايا جدا وقالوا لي احنا اخترناك عشان هتعملنا ترافيك ومشاهدات وكده. انا مش مطالب مني ان انا اعرف حاجة او اقرا حاجة او اتفقه في الدين عشان اطلع محاورة بين طرفين. انا جايبة حالة من المجتمع وجايبة راجل دين، وانا قلت الحقيقة وطلعت وقلت في الميديا ان انا شايفة نفسي انا مش مقتنعة بان انا اقدم البرنامج ده. عايزة اقدمه عشان انا بحب الحاجات اللي فيها تحدي شوية. انا ممكن افشل فشل ذريع في البرنامج عادي جدا، ايه المشكلة؟ انت مش لازم الواحد حياته كله تبقى نجاح. وتيسي وتيجت شايفة حاجة بعملها على طول. هم عايزين نظهر بالحجاب وانا مش عايزة لان انا مش محجبة. لا هو دلوقتي حاليا مش شور ان هو يخرج للنور بسبب ان انا مش عايزة البس الحجاب. لازم الشعب يتقبل كل حاجة.
لازم نبقى open minded اكتر من كده. يعني هو مثلا لما البس الحجاب ولا اقعد واعمل وانا كده خلاص بقت كويسه. سما كانت انتهت من تصوير فيلم ابو فتله لكن الفيلم اتاخر في عرضه. شركه التوزيع ما وافقتش انها توزعه بعد ما خلص لان المنتج اوهمهم ان البطله سما وانا فعلا كنت البطله. مشاهد كتير ما اتصورتش بلس ان في مشاهد ليا اتصورت وتشال ان هو ما لقانيش انا البطله. سما المصري ما حدش يقدر يقضي عليها بعون الله. مستر اكس ما تخلصش يا ابني. مكملين معكم مشاهدينا في عربود اكسترا، لكن الان راح نروح على فاصل قصير ونرجع، ما تروحوش بعيد، تفضلوا. I'm always proud of her، فخور جدا بها وبنجاحاتها. زميلتي السابقة في ام بي سي ولا تزال. برنامج جوال يمكن صار تريد مارك بعد كل هذه السنوات على المحطة، وهي صارت تريد مارك في عالم الجمال. ما شاء الله عليها تتنقل من عاصمة لأخرى لنشر كلينيكا جوال، وإحنا كنا سعداء لنبارك لها بهذه المناسبة أنها وصلت إلى القاهرة ورح يكون كلينيكا متواجد، فحبينا نكون معها ونقابلها نعرف تفاصيل عن العمل وعن الحياة الخاصة وتفاصيل يمكن أكثر تخص الجمال بها فيها وليها. شوف مع بعض مع جوال. المتابعات والمصريات لجوال كنا السبب الرئيسي في افتتاح كلينيكا جوال بمصر. افتتحت هون لأنه الشعب المصري أصلاً هو بيجي لعندي على دبي وبالبرنامج، وأنا عارفة أنه في جمهور كتير كبير لألي بمصر. حضر بعض النجوم من مصر لدعمها والاستفادة من نصائحها. جوال عايز أقول لها مبروك، هي ست جميلة ومزوقة وفاهمة يعني إيه جمال، وجمال المرأة بيهمها جدا. جوال لازم كل ستات العالم تتابعها لأنها بتتعامل مع الجمال على أنه شيء أساسي في الحياة. غير أنها يعني متخصصة في أنها تخلي الناس شكلهم حلو، هي بتدي لهم طاقة إيجابية جميلة، وبعدين بحس أنها مبسوطة لهم فعلا من قلبها. أنا متأخرة شوية، مفروض بقالها كتير جت فتحت في القاهرة، بس بنقول لها جود لاك ومبروك، وإحنا فرحانين كتير قوي أن هي موجودة معنا. أتمنى أن هي تقدر تفهم السوق المصري وتقدر تعرف احتياجاته وتقدر تقدم له اللي هو محتاجه. جوال ليها مقاييس قاسية في اختيارها للأطباء اللي راح يشاركوها في الكلينيك. أنا بحب شغلي، بحب أنجح، وبدي أطباء معي عندهم نفس الفيجن، أنه بحبوا يكونوا هن مميزين وشاطرين، وبحبوا العالم تحكي عنهم وقديش هن يعني أطباء الواحد بيثق فيهم. والدة جوال سوفي الحسد هما سر تاتو العين على كفها. انت مش معقول دغري من بعد ما فتحت كلينيكا جوال بدبي صرت يعني مرضتي، وما في سبب ولا طبيب بالعالم لا بالرياض ولا بجده ولا دبي عرفوا لك شو كان بكي. امي اكيد تمام بليز عملي حطي عين البسي عين، فقررت انه اعمل هيدي العين هون. بس انا يعني جزء منها فاشن وجزء منها لارضي امي. الواضح أننا ما بنعرف كل شيء عن جوال اللي بتحلم بتقديم برنامج بعيد عن الموضة تماماً. اقترحت على ام بي سي أنه أعمل برنامج مش برنامج الموضة، مش برنامج التجميل والبيوتي، ورفضوا. لكن مين ممكن يتخيل أن جوال خبيرة التجميل ما بتحب الميك اب؟ جوزك بحبني بلا ميك اب، بحسها بحط ميك اب يعني عندي شغل، يعني تصوير، يعني مؤتمر صحافي، يعني فوتوشوت، فصرت بحب الحرية لما ما يكون عندي شغل انه اطلع بلا ميك اب. فانز جوال هم فانز لاولادها كمان، لانه هي دايما بتنشر صور وفيديوز ليهم على الانستغرام او على سناب شات. بحاول انه 99% كون مع اولادي، يعني اذا ما كان عندي سفرة مضطرة ما بتلاقيني غير مع أولادي، يا أما عم نطبخ سوا بالبيت، أما عم نحضر تي في بالتخت عندي، أما عم نسبح، أما عم نمشي الكلاب، يعني خلص مهم إنه إحنا نكون سوا. جوال كتير بتنصح جمهورها أنهم يهتموا برشاقتهم وأناقتهم، فكيف هي بتهتم بنفسها؟ أهم شيء إنه الواحد يتحرك، يمشي،
يعمل رياضة، يعني يأكل أشياء طيبة بس بكمية قليلة ويضلوا on the move. وبعد مصر جويل كشفت لنا عن المحطة التالية لكلينيكا جويل. أنا عم بفتح عيادة كمان قريباً كتير بالرياض، لأنه كل امرأة يعني كل بلد عربي عنده طلباته مميزاته أفكاره. كانت تعتبر من بين أحلى الأصوات الموجودة في برنامج ستار أكاديمي. بعد ما تخرجت من البرنامج حافظت على تواصلها مع الناس وعلى أنها تقدم أشياء مميزة، طلتها كثير حلوة. أغنيتها المغربية الأخيرة كانت رائعة وحصدت نجاحا كبيرا. أما الآن بما أنه موجودة في القاهرة فلازم تكثف نشاطاتها والأعمال المصرية. لقاءنا فيه تفاصيل كثيرة نشوفه مع بعض. طاهرة وكعادتها دايماً محبة للتنوع ظهرت معانا بلوك جديد، يعني شوية عشان أقرب وود، بس شوية أنا بحب أغير نفسي بمن بزهق، يعني لما أشوف نفسي في المراية بحب أنه أغير شوية. طاهرة انتهت من تصوير الكليب الجديد. الكليب هو من الألبوم أوريدي، أحسن من أول. أغنية مصرية كيوت شبابية بطلع فيها، يعني لابسة ألوان شورت، يعني أشياء حلوة لذيذة. الكليب ده وزي ما قالت لنا إنه بيغير مفهوم الجمهور عنها واتهمها بالأغاني النكد. بما أن الناس دايماً شايفة طاهرة مش هقول في نكد، لأ، بس إنه هذا نوع من الأغاني وستايل لازم إنه الفنان يغني، لكن كذلك ما يمنعش إن الواحد يغني أغاني شبابية وحلوة. صدق ما حبيتش حد بسرعة كده، لو ارتاح لحد باخد لي سنة عشان ابقى على راحتي وانا معاك. على الرغم من عمرها الفني القصير الا انها قدمت العديد من اشكال الاغاني. عملت اغاني دراما وفي نفس الوقت عملت بلانك خاوي اللي هي انا طالعة برقص فيها، فهم؟ واللوكات كانت مختلفة، اللهجات كانت مختلفة، الستايلات، طريقة الغنى ديالي كذلك كان مختلف. بعد هذا اللقاء تأكدنا أن تنوع أغنيات طاهرة لم يأتي من فراغ، بل من صفتها الشخصية واللي وصفت نفسها بالشخصية المجنونة. أنا شخصيتي، أنا ما عنديش شخصية أو اثنين، أنا بحس نفسي شوية مجنونة، شوية لحالي ممكن أبكي، شوية رومانسية، يعني الإنسان بيتغير موده، فأنا فيها كذا شخصية، يعني ما عنديش بس شخصية واحدة. طاهرة كمان شايفة نفسها محظوظة. محظوظة بالزاف لأنه انخلقت بغني، الحمد لله. أنا بشوف نفسي عندي شوية صوت على شوية أشياء معينة، وده جعلها تشارك في مشاريع كتير هتظهر للنور قريبا. الحمد لله، ما شاء الله أكبر، الله أكبر، في كتير مشاريع بالضبط. لا، في كتير مشاريع حلوة. طاهرة هتتعاون كمان مع محمود الشاعري شقيق النجم حميد الشاعري. أنا مبسوطة أنه أنا راح يكون في تعامل، هو أصلا صار التعامل الحمد لله الحمد لله، فهلأ بس فاضل شوية تطبيق، يعني مع محمود الشاعري، أخو حميد الشاعري، فنان رائع وهتغني قريبا في مصر، ودعتنا نكون موجودين وبالتأكيد هنروح. راح تكون في الجيو سي في القاهرة في الجامعة الألمانية، فيا ريت والله تكونوا موجودين، وراح اكون مبسوطه كثير، وانا مبسوطه انها تكون إن هي اول حفله لي راح تضل مرسومه في ذاكرتي مهما عملت حفلات. طاهره كان ليها تجربه مع ملحم زين وصفتها بالرائعه. كانت تجربه حلوه في برنامج ميكس ميوزك، وعملنا ميكس انا وملحم كان لذيذ. بس لما تيجي وانا احكي لك عني جرات وامسح دموعي بمنديلك عني جرات. وكان ليها ايضا راي صريح في سعد المجرد. سعد المجرد انا بعرفه من قبل ما ينزل اغانيه الهتات اللي كسرت الوطن العربي، بعرفه كشخص كان كثير كثير طيب وكان كثير عفوي، وعمره بحياته ما جاب سيرة حدا، وبقول له هذه فترة وحتعدي وأزمة ورح تروح، وإحنا كنا معاه، وإن شاء الله يا رب هيطلع وهيلاقي الناس اللي بتحبه مستنيته أكتر وبحماس أكتر وبحب أقوى. وياك بقيت ناس يا نفسي عملت لي إيه، إنت اللي
راح نكملوا جولتنا لأهم التقارير اللي كانت الأسبوع اللي فات مع أربود إكسترا، لكن خلونا نفترق لفاصل إعلاني قصير ونرجع. تفضلوا يا جهر الخير. تقاريرنا التركية، وعن نجوم تركيا كانت مكثفة الأسبوع اللي فات، هيدا بفضل زميلتنا رحاب ظاهر، بنحييها. التقرير الأول كان عن مسلسل قيامة أرطغرل، هيدا المسلسل اللي حقق نجاحاً مبهراً مخيفاً، 200 مليون مشاهدة فقط على يوتيوب قبل أن يصل لشاشات التلفزيون، ووصل لأول شاشة اللي هي تلفزيون قطر. من بعدها شفنا تقرير مميز آخر عن حسنوات تركيا اللي لا تستعن برموش وإكستنشن وعمليات لكي تبهرنا الجمهور. على الطبيعة دايماً على الطبيعة. نشوف تفاصيل التقريرين مع بعض، تفضلوا. رغم أن مسلسل قيامة أرطغرل التركية لم يغري أي قناة عربية لشراؤه ودبلجته وعرضه على شاشتها إلا مؤخراً، حيث قامت قطر بشراء حقوقه وبدأت بعرضه على شاشتها، ولقي رواجاً كبيراً. رغم أن أبطاله ليسوا من نجوم الصف الأول، إلا أن قصة المسلسل وأماكن التصوير ذات الطبيعة الخلابة وضخامة الإنتاج اجتمعت لتشكل عامل جذب للمشاهد العربي، حيث بلغت نسبة المشاهدة عليه بنسخته المترجمة للعربية 200 مليون مشاهدة. المسلسل يروي تاريخ تركيا ويحكي عن والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية وقائد قبيلة قاي من أتراك الأوغوز الذي مهد لوضع الأساس للإمبراطورية العثمانية. المسلسل تم إنتاجه عام 2014 وخضع المشاركون فيه لدورات مكثفة في امتطاء الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر بإشراف أشهر المدربين في تربية الخيل وفنون القتال في كازاخستان، خاصة أنه مليء بالإثارة والأحداث التي من شأنها جذب انتباه المشاهدين. يعتبر قيامة أرطغرل المسلسل الأكثر مشاهدة في تركيا والأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المسلسل الذي يحظى بدعم الرئيس التركي رجب أردوغان الذي قام من فترة بزيارة موقع التصوير والتقى أبطال العمل وتعرف إليهم عن قرب. هذا العمل هو المفضل لدى الأتراك عكس مسلسل حريم السلطان أو القرن العظيم، حيث يرى الأتراك قيامة أرطغرل ليظهرهم بصورة مثالية. وذكرت بعض المصادر أن تمويل المسلسل هو من حزب العدالة والتنمية الحاكم كرد فني على مسلسل حريم السلطان الذي لم يظهر الدولة العثمانية بصورتها الحقيقية. وكانت عزفت مقدمة المسلسل الموسيقية في دار الأوبرا العمانية بحضور أردوغان خلال زيارته الأخيرة لسلطنة عمان. تتمتع نجمات الدراما في تركيا بإطلالات مشرقة وطبيعية وجذابة، إذ يبتعدن عن المبالغة في المكياج ويبتعدن عن الإطلالة الصارخة التي تعتمد على الرموش الاصطناعية والعدسات والحواجب المرسومة بكثافة. هذه البساطة في إطلالتهن حظيت بإعجاب الجمهور العربي الذي بات يميل إلى الذوق التركي ويفضل نجمات الدراما التركية على النجمات العربيات اللواتي يبالغن كثيراً في إطلالتهن. عربون يكشف أسرار إطلالة النجمات التركيات وطريقة كل واحدة في إبراز جمالها بطريقة بسيطة وغير متكلفة. كيرين سات التي تعتبر من أجمل الممثلات في تركيا وتسحر المشاهدين بنظرات عينيها بالرغم من صغارهما، وأسرت المشاهدين في مسلسل فاطمة حيث ظهرت طوال المسلسل دون مكياج. برين والتي تتمتع بلون عينين خضروتين فاتحتين تعتمد على قلم الكحل الأسود الغامق والمسكارا وتبتعد عن الألوان الفاتحة لإبراز نظرتها وإعطائهما عمقا واتساع. توبا بيوكستون تتمتع الجميلة توبا الشهيرة بلميس ببشرة مثالية مخملية وصافية، لذلك لا تستخدم المكياج كثيراً وتستخدم فقط الباودر لإبراز جمال بشرتها.
هالين كرهان والتي عرفها الجمهور العربي بالسلطانة مريم في مسلسل حريم السلطان. لا تحب استخدام المكياج كثيراً، إلا أن هذا تستطيع الاستغناء عن الكونتور لنحت الوجه وخصوصاً عند الخدين. أما فهري أفجين حبيبة الممثل الوسيم براك زوفيت والتي تشتهر بعيونها العسلية، فهي تستخدم الكحل الأسود لإبراز لون عينيها والظلال الترابية الغامقة، كما تفضل تدرجات اللون الوردي الباهت كأحمر الشفاه. سيريناي سارياكا والتي يعرفها الجمهور العربي باسم ميرا لا تستخدم المكياج في حياتها اليومية، أما في المناسبات فتفضل المكياج السموكي آي والكحل الأسود وتدرجاته. دائما نحرص في برنامجنا على أننا نغطي كل الأحداث، مش فقط للناس المعروفين A كلاس و B كلاس و C كلاس، في ناس يمكن يكونوا A بلاس اللي هم فرق الأندرغراوند، جمهورهم كتير 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 كبير وسط البلد وغيرهم. الأسبوع اللي فات كان عندنا تقرير عن بلاك تيما اللي كان ليهم لقاء مع جمهورهم الخاص والكبير جدا في الأمريكان يونيفرسيتي بكايرو. شوف التفاصيل مع بعض في التقرير التالي. جمهور بلاك تيما كانوا على موعد معهم خلال حفلهم في مهرجان ديكاف بالجامعة الأمريكية. ده مهرجان بيتعمل كل سنة، ده السنة السادسة لي. مهرجان بيقدم فرق مسرحية وفرق موسيقية من دول العالم، بيختار فرق مستقلة ملهاش جاية إنتاج، يعني ما حدش بينتج لها. لما كلمونا على المهرجان ده احنا وافقنا على طول، لأن هو يعني أنا شايف إنه شرف لينا إن احنا موجودين في المهرجان ده. الأغاني اللي نقدمها بنقدم النهاردة تقريبا 14 أغنية ما بين الريجي والبلوز والجاز والهيب هوب والنوبي. أنا عندي سر، عندي سر خطير، أنا عندي سر لازم يتشال في بيه. أول مرة كان يسمع فيها الجمهور اسم بلاك تيما كان من 13 سنة، تقريبا 2004. كنت انا ومحمد عبده بنمثل مع بعض، قابلنا بحر في حفله لوحده كان بيغني مع فرقه تانية، وفعلا كلمناه وقال لي انا رحب جدا، وعملنا اول حفله 2004 في الساقيه، وكانت دي كانت بدايه بلاك تيما. حصل الفريق على العديد من الجوائز خلال المشوار الفني. رشحنا جائزة ميوزك اورد السنه اللي فاتت، 4 جوائز ميوزك اورد عمرها ما حصلت في تاريخ الفرق الموسيقيه للشرق الاوسط او العربيه. خدنا جائزة ميوزك اورد ميدل ايست السنه 2013. طبعا ده كله ما حدش يعرفه لان احنا برضو معناش البوش الاعلامي ده. يعني من المعروف عنهم انهم فرقه مستقله، لكن اللي مش معروف ان لديه العديد من المشاكل الانتاجيه. صعب جدا دلوقتي ننتج، ان الالبوم بقى مكلف جدا، موزعين وملحنين وشعراء، فصعب جدا ان المطرب عامه هو اللي يقوم بانتاج الحاجات دي. من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بأيدينا وبنرس. إيه يعني كانت وراء شهرة بلاك تيما؟ هي طلعت بالصدفة والله. أنا كنت تخيلت كده، كنت ده زمان قوي، كنت مرتبط بواحدة وتخيلت لو سابتني، يعني احنا كنا سيبنا بعض ولا حاجه، احنا كنا كويسين جدا، بس تخيل لو سابتني ايه اللي هيبقى ايه رد فعلي. وهي كان فيها افيه، يعني بشكل دمه خفيف، ما كانتش كئيبه ولا بتاع، بالعكس كان دمها خفيف وعادي، لو سبتيني ما فيش مشاكل وعايش حياتي كده. فعلى ما اعتقد انه ده لمس الشباب شويه. يعني لما سبتيني بشكل مش معقول، انا عايز اسيبك بدري. ما بين الغناء والمسرح، بلاك تيما محتار في اختيار محطته الفنية المقبلة. احنا بنحضر لأول مسرحية لينا، ميوزيكال، عرضي ميوزيكال، بس ان شاء الله بنحضر لسنجلية ان شاء الله كويسة، هنصورها ويا رب تعجبكم. إن شاء الله تكونوا استمتعتم بكل ما قدمناه لكم في الحلقتين من نهاية الأسبوع. غدا بداية أسبوع جديدة، تقارير جديدة وإكسكلوسيف انترفيوز. كونوا في الموعد، انتبهوا لي على حالكم. تشاو تشاو.